مرحبا، في هذا الفيديو بدي أحكي عن كيف نتعامل مع التايتلز لما تكون باللغة العربية. فبداية قبل ما نعمل التايتل لازم نروح على Edit، نروح على Preferences، ونروح بعدين على Graphics، وهون لازم نتأكد إنه نغير الجرافيكس ل South Asian and Middle Eastern، ونقدر إنه كمان نعمل إنه الباراجراف دايركشن يكون right to left كديفولت، بس هذا بنقدر نغيره بعدين داخل التايتل نفسه. هون نقدر إنه نحط الديجيتس يصيروا هندي، يعني كتابة الأرقام تصير زي ما إحنا بنكتبها لما نكون نكتب الأرقام باللغة العربية. بعدين بنعمل أوكي. نلاحظ هلا لما نعمل فايل نيو ليجاسي تايتل، وبدي أعطيه اسم انترفيو، بعدين بدي أجي وهون أحط التايتل. لما باجي أرسم المستطيل طبعا لأنه بالعربي بدي أحطه على اليمين، لازم تأكد أني أختار خط من الخطوط اللي بتنفع للغة العربية، وبعدين أحط من اليمين للشمال بإني أحط على هون right to left، وبعدين أبلش أكتب الخط أو الكلام تبعي. فإذا هون السيد خليل، نتأكد طبعا إنه الخط عندي هون أنا مش قادرة أشوفه بسبب إني عم بكتب بالأبيض على خلفية كتير فاتحة، وهون بفيدني الإشي اللي هو الستروك. فإذا حطينا هون ستروك 20 مثلا، لاحظ كيف صار الخط أوضح. ممكن إنه نكبر الخط كمان، لاحظ كيف هلأ صار بارز وقادرين إنه نشوفه. فإذا هيك بنحول الخط للغة العربية.